بالورود يستقبلون على أرض الوطن، تعدادهم 100 من جاليتنا بالمهجر في جولة تقودهم إلى عديد مناطق الوطن. من الصعب أن أعبر لك على سعادتي وامتناني لهذا البلد العظيم، بلد الجزائر، بلد الشهداء، على رأسه الرجل العظيم السيد عبد المجيد تبون الذي كان السبب أن أكون هنا برفقة مجموعة من الآباء والأمهات الذين أتوا لقضاء أسبوع سياحي. جيت من باريس أبريها ود في عنابة، من عنابة فرحوا بنا بزاف 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 دي بيان كوي، يا بري جابونا كلمة مانيفيك أروع والله، فرحوا بنا بزاف بزاف. بعضهم بدا متأثرا وهو يروي تفاصيل الزيارة. Le président il a fait quelque chose de bien. Guelma je la connais pas. C'est la première fois que je viens depuis que je suis petit en Algérie mais c'est la première fois que je viens à l'Est. Et ça me plaît vraiment. C'est une belle région. Moi si je parle de mon pays je pleure. Guelma كانت اولى المحطات التي احتضنت ابناء الجزائر، فتنوعت الرحلة ما بين معلم وجبل، وتنوعت اللمة ما بين ثنائيات نهارية وسمر ليلي. كان برنامج اليوم الأول على مستوى كل من المقابر الميغاليتية ببلدية الركنية وكذا جبل ماونة المعلم الطبيعي لولاية قالمة، وغدا إن شاء الله سيكون لنا موعد مع منزل الراحل هواري بومدين وكذا كل من المسرح الروماني ومتحف المجاهد. أبناء الجالية أجمعوا وبصوت واحد على أن الزيارة إضافة لهم لكشف ما تحويه أرضهم الأم من سحر وروعة.